أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامجنا الأسبوعي إنجازات أولمبية، والذي نسلط فيه الضوء على أبرز الإنجازات التي تركت علامة فارقة في الدورات الأولمبية وستظل عالقة في أذهان الجماهير الرياضية. فاصل ونواصل. نجم الفقرة الأولى من برنامجنا عداء جمايكي يعد من أساطير الدورات الأولمبية بحصد 9 ميداليات ذهبية كاسرا جميع الأرقام القياسية. إنه يوسين بولت. نعم، إنه يوسين بولت أو الطلقة الجمايكية كان حاضراً في 4 دورات متتالية، لكن المفارقة كانت خلال مشاركته الأولى في أولمبياد أثينا، حيث استبعد من الجولة الأولى لسباق 200 متر بسبب الإصابة، إلا أنه لم ييأس وعاد بقوة في بكين 2008 التي شهدت بداية انطلاقته في فضاء الأولمبياد. ولي
ولد يوسين بولت في 21 من أغسطس عام 1986، وكان عداءً متميزاً في صغره، وقد لاحظ المدربين في المدرسة سرعته الهائلة ليحتضنه العداء الجامايكي السابق بابلو ماكنيل ويضمه لأكاديميته. وعندما بلغ 14 من عمره بزغ نجم بولت على الصعيد المحلي بفوزه بأول ميدالية له في بطولة المدارس الثانوية في عام 2001، حيث حصل على الميدالية الفضية في سباق 200 متر. كان أول نجاح لبولت على الصعيد العالمي في سن 15 في بطولة العالم للناشئين عام 2002 في كينغستون، حيث فاز بسباق 200 متر، مما جعله أصغر شخص ينال ميدالية ذهبية في العالم. إنجازات بولت أعجبت عالم ألعاب القوى، وتم اختياره لتمثيل المنتخب الجامايكي المشارك في دورة أثينا 2004، لكنه استبعد في الجولة الأولى لسباق 200 متر بعد حلوله خامساً. عام 2007 شهد عودة بولت لسابق عهده بعد أن تعافى من إصابته ليحصد ميداليتين فضيتين في بطولة العالم في اليابان، ليتخذ موقفاً أكثر جدية تجاه مستقبله بإعلانه المشاركة في سباقات 100 متر و200 متر في الأولمبياد الصيفية ببكين، والتي خطف فيها الأنظار بتحطيمه الرقم القياسي العالمي في سباق 100 متر النهائي، مسجلاً توقيتاً قدره 9:69 من الثانية، ثم أضاف لسجله 3 ميداليات ذهبية أخرى وكسر 3 سجلات عالمية. وفي دورة الألعاب الصيفية لندن 2012 عاد بولت لمعانقة المجد مجدداً، وسجل توقيتاً قدره 9:63 من الثانية، وهو رقم قياسي أولمبي جديد حقق من خلاله الفوز الميدالية الذهبية الثانية على التوالي في سباق 100 متر. وتابع المنافسة في سباق 200 متر للرجال محققاً الميدالية الذهبية الثانية على التوالي أيضاً في هذا السباق، ليصبح أول عداء يفوز بسباقات 100 و200 متر على التوالي في دورة الألعاب الأولمبية.
العداء الجامايكي راهن على الفوز بذات السباقين في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وفعلا لم يخيب ظن محبيه، حيث حصد الميدالية الذهبية لسباق 100 متر متفوقا على الأمريكي جاستن جاتلين، ثم حصد ذهبية 200 متر ليصبح أول رجل يفوز بالسباقين في 3 دورات متتالية. وفي آخر سباق له في مسيرته الأولمبية وهو 400 متر تتابع، نجح بولت في قيادة جامايكا للفوز بالذهبية ليسدل بعدها الستار على مسيرة حافلة بالإنجازات في الدورات الأولمبية، نال خلالها 9 ميداليات ذهبية. أهلا بكم مجددا. الفقرة الثانية ستكون عن أعظم أولمبي في التاريخ نظرا لحصد 28 ميدالية ملونة خلال مشاركاته الخمس في الدورات الأولمبية، إنه السباح الأمريكي مايكل فيليبس. We'll be right back.
يقال أن الأبطال يولدون من رحم المعاناة، فمايكل فيليبس عاش طفولة بائسة وعانى من اضطرابات نفسية، لكن ثقة والدته به وبموهبته جعلت منه بطلا عالميا لا يشق له غبار. ومن أشهر مقولات فيليبس: لا يمكنك وضع حد على أي شيء، وكلما حلمت أكثر كلما اقتربت من غايتك. Representing the United States of America, Michael Phelps. مايكل فيليبس أسطورة السباحة الأمريكية ومحطم الأرقام القياسية، الذي يعتبر أفضل رياضي في تاريخ الألعاب الأولمبية بأكبر عدد من الميداليات الفردية، والذي حطم أكثر من 39 رقماً قياسياً، ويملك اليوم أكثر من 20 رقماً قياسياً مسجلاً باسمه. المسيرة المبهرة لفيليبس بدأت عندما كسر الرقم العالمي لسباحة الفراشة بعمر 15، ليصبح أصغر رياضي على الإطلاق يحطم رقماً قياسياً. وفي بطولة العالم عام 2003 حقق فيليبس الفوز في سباق 200 متر سباحة حرة و200 متر سباحة على الظهر و100 متر فراشة، ليصبح أول أمريكي يفوز في ثلاثة سباقات مختلفة في بطولة العالم، ليقع عليه الاختيار للانضمام إلى المنتخب الوطني للمشاركة في أولمبياد سيدني عام 2000، لكنه لم يحصد أي ميدالية وقتها. أما في الدورة الأولمبية في أثينا عام 2004، فحقق فيليبس 6 ميداليات ذهبية وميداليتين برونزيتين، وحطم العديد من الأرقام القياسية لتكون ثاني أفضل مشاركة على الرياضيين الأمريكيين في الأولمبياد بعد انطلاق السباح السابق مارك سبيتس، الذي حقق 7 ميداليات ذهبية. الشهرة الكبيرة رافقت اسم فيليبس في العالم أجمع، وأصبح محط أنظار العالم عام 2005، التي حقق فيها 5 ميداليات ذهبية وواحدة فضية، ليظهر استعداده الكبير للمنافسة في أولمبياد بكين 2008، والتي أثبت فيها أفضليته بتحقيقه 8 ميداليات ذهبية، ومسجلاً أرقاماً عالمية باسمه في 7 سباقات. وبدا وكأن فيليبس يمارس الأمر كهواية دون منافسة تذكر. بداية عام 2012 شنت الصحافة الأمريكية انتقادات لفيليبس، مدعية أنه أصبح غير قادر على المنافسة بعد إخفاقه في بطولة العالم، إلا أنه رد عليها بقوة في دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012 بتحقيقه الفوز في 4 سباقات متتالية، ليرفع رصيده من المعدن النفيس إلى 18 ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد. We'll be right back.
وفي عام 2013 أعلن فيليبس نهاية مسيرته الرياضية مكتفياً بما حققه من إنجازات، لكن الاتحاد الأمريكي للسباحة طالبه بإعادة النظر بقراره لينصاع فيليبس لتلك المطالبات ويقرر المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 في البرازيل، والتي حقق خلالها 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، ليصبح أفضل رياضي في تاريخ الأولمبياد برصيد 28 ميدالية، منها 23 ميدالية ذهبية. Gold medals, the most by any athlete. Gold medal number 22. 23rd time a gold medal has been put around Michael Phelps's neck. That ends with the final farewell. وصلنا معكم إلى ختام أولى حلقات برنامجكم إنجازات أولمبية، نتمنى قد تكون حازت على رضاكم، على أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. فما الله.